ايوه طلع. ايه بتقول ايه؟ انت بتحور بتقول ايه يا عم انت؟ نهار اسود. طيب ماشي 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 خلاص يا عم، انا همشي دلوقتي حالا. اقفل انت دلوقتي. سلام. نهار اسود. في ايه يا طلحه؟ استني يا زين، ده في مصيبه، البوليس عايز يقبض علينا. يا مصيبتي، ليه اللي حصل؟ عملت ايه يا منادي؟ زين اهدي بقى يا زينه، خليني افكر. بصي هتلمي اي هدمتين كده وهلازم نخلع من هنا دلوقتي حالا. طيب حاضر، بس ايه اللي حصل يا زينه؟ مش وقته، احنا لحقنا نتهنى هنا. زينه مش وقته، خلصيني يلا. المصايب دي يا رب. ايه انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل اقفل دلوقتي، هبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبه يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مصيبتي، هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي، وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. بقول لك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامة يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك، لا نعيش سوا يا نروح في 60 داهية سوا. ازاي يعني؟ افهمها ازاي دي؟ يمشي ويختفي هو ومراته من غير ما يقول لابوه وامه، راحوا فين؟ يا باشا هما قالوا لنا رايحين نتفسح. يا باشا، وبعدين يعني عقبال املتك كده، دول عرسان جداد. ايوه يا باشا، قلنا لهم هتروحوا فين بالظبط؟ قالوا لحد دلوقتي ما نعرفش هنروح فين، هنعمل معاهم ايه يا باشا؟ يعني مالناش كلمه عليه. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا باشا، وانا ابني يعني متهمينه في حاجه؟ يا ابنك متهم في قضيه سرقه وفي قضيه قتل كمان. يا لهوي، مش مخدرات بس؟ مخدرات يا وليه، في حد جاب سيره المخدرات؟ المخدرات ده عمرها يا باشا ما عتبت بيتنا. وغلاوتك عندي. طب بقول لكم ايه، فهموني كويس قوي، لما طلعت اتصل بيكوا وانا عارف انه بيتصل، تفهموه بالذوق وبالهداوه انه سلم نفسه، بدل ما اخدكم انتوا الجوز مكانه لحد ما يجي لي حد عندي. مفهوم؟ مفهوم يا باشا مفهوم. يلا رجاله. مخدرات؟ تجيبي سيرة المخدرات ليه يا وليه؟ قول يا بس كنت انا قالع الواد بقى. عايزكم معلش يا دكتور، احنا بنشوف شغلنا يعني. انا فاهم طبعا ومقدر، بس مش يمكن يعني شكوكو ده مش في محله؟ لا يا دكتور، ده لؤي بالذات متصور بكاميرات المتحف وصورته واضحه وضوح الشمس. طب هو فين دلوقتي؟ هرب، اختفى هو وزمايله، بس هنجيبهم تاني. هو في ايه يا مامي؟ ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش يا مامي. انتوا ان شاء الله هتشرفوني في المديريه بكره عشان نقعد نتكلم وندردش شويه. انا هاجي لك يا سياده الرائد، وده الكارت بتاعي في كل تليفوناتي. تمام يا دكتور، وانا هتصل بيك واحدد معاك ميعاد. تمام يا فندم، فتشنا مفيش اي حاجه يا فندم. طيب بعد اذنك يا مدام. نعم. هنحتاج نفتش شقه مصر الجديده كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف سيب القضية دي شوية. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شوية. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هم هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبية في مكان انا عارفه. وبعدين ده شغلي، وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقولي مكانهم فين. حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه، بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعه. طب ما تقولي هما فين عشان نبعت قوه تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع، العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الراي العام. البلد مقلوبه سياده الرائد، وانت بقى سيد العارفين، وبعدين اي حاجه نلهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثوره تونس.
يا سيادة اللواء الكلام ده ما أنا لما أقرر إن أنا أقبض عليهم هقولك، وكمان بنفسي يا سيدي هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى هديك سيجارة؟ شكرا ما بدخنش. وإيه الدقن دي بقى؟ يعني كده محدش يعرفه. تعالوا يا رباط، تعالوا يا شهيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصوا بقى، بصراحة كده مفيش غير المكنة دي اللي محدش يقدر يعطر علينا فيها. جراش يا ماجد، جبنا في الآخر نعيش في جراش، ملقتش مكان أعفن من كده جبنا فيه. معلش يا حبيبي، هو أي مطرح يلمنا وخلاص، استحمل بقى. المهم يا جماعة، هتعملوا إيه مع الراجل ده؟ لازم ننتقم منه، بس إزاي؟ إحنا نسرق الشركة بتاعته. الله، صح. وأول مرة نعوض فلوسنا اللي ضربها في كرشه اللي يتشك في حواجبه ده. بص يا شقية، برضو الموضوع ده محتاج فكر، وبصراحة يعني احنا لازم ننام، لما نصحى بقى نفكر براحتنا. على قولك، انا هموت وانام، هدخل اتلجح شوية في البرميل ده. بص يا شقية، بصراحة برضو يعني المكنة دي ما فيهاش غير سرير واحد، يعني ممكن نتبادل. لا، احنا هننام عليه انا وسوسو وزينه، وانتوا بقى اتصرفوا في اي حته. يا فندم والله اقدر اجيبهم وبكل سهوله كمان. وما عملتش كده من الاول ليه؟ تحريتك ناقصه يا سياده الرائد. ارجوك يا فندم اديني فرصه، بكره الصبح ان شاء الله هيكون قدام سيادتك تقرير مفصل عن اماكن العيال دي. يا شريف افهم بقى، القياده العليا مش عايزه تقبض عليهم دلوقتي. بس انا عايز اشتغل يا فندم. خلاص كمل بمعرفتك وخليهم تحت ايديك، ولما يجي لنا امر من القياده وبقبض عليهم فورا. طب عندي طلب صغير لسه. اسمع بس يا شريف، انا عندي اجتماع دلوقتي. معلش. خلاص انا كده اتفضحت، مش هقدر اوري وشي للناس بعد كده. مش مهم دلوقتي منظرك قدام الناس، المهم دلوقتي في الولد الهربان اللي ما نعرفش حاجه عنه. ليه كده يا ربي؟ ليه يحصل كل ده معايا انا؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. يا مامي بليز ارجوكي، كفايه كده، اصل انا كمان هاي. اهدي اهدي، ردي على الموبايل. مش عايزه ارد على حد. يا ست ردي. ده الاستاذ محسن من لندن لسه فاكر. ردي عليه، ردي. الو، ايوه لسه فاكر. لسه فاكر انه عندك ولد، الولد اللي بوظته. ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. ايوه انت اللي بوظته، انت اللي بوظته لانك ما عاقبتوش يوم ما عرفت انه سرقك هو وصغير. والنتيجه ايه؟ لما كبر طلع حرامي. هيطلع لمين؟ طبعا طالع لباباه. بس للامانه باباه حرامي على كبير، على كبير قوي. الو، وبتقفل السكه. الحمد لله على السلامة يا نجم. الله يسلمك يا بوس، الشنطة فيها كل البضاعة. انت ما عرفتيش اللي حصل؟ قصدك موضوع ماجد وصحابه؟ شفتي سرقوا اللوحة ازاي ومن متحف كمان؟ بس انا ما اعتقدش ان ماجد ليه علاقة بالموضوع. ليه؟ هو ما كانش بيقولك انه بيسرق وبيتفشخر قدامك بالفلوس؟ انا ما اعرفش حاجة زي كده. امال كان بيصرف الفلوس دي منين؟ عموما الشنطة فيها البضاعة في الجيب السحري زي ما اتفقنا.